بنحل في كل حلقة مشكلة. احنا حاولنا نقدم بديل للغسيل الكلوي وبديل لزرع الكلى وبديل لضيء الحالب. كنا اتكلمنا على ايه هي مدرات البول، اتكلمنا على مشكلة الاملاح كمشكلة عصرية، وقلنا انه من اهم اسباب الاملاح الكولا والشوكولاتة والبيبسي واللحوم والفول والطعمية، وقلنا ان منجاية واحدة بتدمر الكلى شهر قدام. اتكلمنا على الكلى الضامرة والمتحوصلة، وقلنا ان الكلى الضامرة الصغيرة نسيجها قل، هنزود لك النسيج في كل شهر 1 سم، بعد شهرين 2 سم، بعد شهرين 3 سم، بعد شهرين 4 سم، لغايه ما رجع لك كلى سليمه. في حاجات بترجع كلى سليمه، ايوه ارجع الحلقات بتاعتنا. مشكله انقطاع البول، هل يا ترى بعد ما البول ينقطع بعد قالي سنتين ثلاثه ما بيجيش بول هينزل؟ الحقيقه يعني لما تعاملت مع المرضى، انا كنت بتعامل مع مرضى النسيج اللي ممكن يموت ويصحى تاني. بمعنى ايه؟ انا ضربت مثل بالثدي، قلت ان واحده ست متجوزه وبعدين قعدت 10 سنين ما تخلفش وبعدين خلفت، فلما خلفت ربنا احيا لها الثدي وبقى فيه لبن وبترضع طفلها، مع انه كان يتهيأ لها ان الثدي ده مات وملوش اي وظيفه. نفس الكلام بالنسبه لاي عضو في الجسم، قد يتهيأ لك ان العضو ده ملوش اي وظيفه لكن فجاه يعمل. انا بقى مش عايز اقول انه الناس اللي موتت الكلى، ما دام الكلى موجوده تشتغل. امتى الكلى ما تشتغلش؟ اني انا كان فيها ورم وشلتها بالورم، ها؟ او انها جالا غرغرينا وعفنت ولازم كده كده هتشال، لكن ما دام الكليه موجوده لازم تشتغل. يبقى ما دام الكليه 5 سم 6 سم 7 سم، ما دام الكليه موجوده هتشتغل احسن من الاول. وهو ده موضوعنا، ازاي نعالج ضمور الكلى. واديتك 5 6 حاجات بتعالج الضمور، من ضمنها غذاء الملكات والصمغ العربي والسلمارين والبادرات النباتيه والطحالب الخضراء، وخدنا معاها الحاجات اللي هي بتدر البول. طيب اهم حاجه ان انت يكون عندك امل ان انت ما تيأسش، وان العلاج طويل، مفيش علاج يوم واثنين وثلاثة، احنا عندنا علاج على الاقل 6 شهور. وخدنا مشكلة كمان اللي هي الكلى المتحوصلة، وقلنا ازاي نفرقع الحويصلات بتاعت الكلى. انا عندي كلى قد كده، ومع ان الكلى 10 سم، البوليسيست كدني ممكن توصل ل 30 سم و35، يعني ساعات واحد يجي لي بكليتين قد بعض ضاربين في بطنه قد كده، يعني زي الاتاك كبيرة كده. ازاي ترجع ده سليم؟ معانا كل شهر زي ما بنزود الكلية الضامرة كل شهر 1 سم، بنقلل الكلية البوليسيستيك كل شهر 1 سم. يعني اذا ممكن يقعد معانا سنة على بال ما ننزله 10 سم. طيب هل يا ترى ممكن الكلية تعود إلى نشاطها البفرنج افكت بتاعها وتمارس عملها؟ أيوه، ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا كاريكرين سيستم، وعندنا جهاز يذيب الجلطات ويذيب الترسيبات المناعية، وعندنا جهاز بيجدد تاني. ازاي الناس مش عارفه الكلام ده؟ ازاي عارفه ولا مش عارفه ولا بتستعبط؟ موجود الكلام ده في الكتب. راجع الكاريكرين سيستم، راجع جهاز اذابه الجلطات، راجع جهاز الريجنريشن، ازاي بيحصل تجديد الانسجه في الجسم. طيب ازاي نعالج ضيق الحالب؟ واحد يقول لك انا وضوء بدي حالب، وبعدين عملنا توسيع، وبعدين عملنا قسطره، وبعدين ركبنا دعامه، وبعد مش في مواد طبيعيه بتوسع الحالب؟ والا بقى المصيبه لو كان حالب عيل صغير. حالب العيل الصغير ممكن يضيق بالشوكولاته، حالب العيل الصغير ممكن يضيق بالمواد الحافظه في الشيبسيهات، الحالب بتاع العيل الصغير ممكن يضيق بالبيبسي والكولا، حالب العيل الصغير كل شويه تعمل له سندوتشات لانشون وبسطرمه، كل ده بيضيق له الحالب. تروح لدكتور يقول لك نوسع الحالب، قسطره ودعام. هو طفل، وهو طفل ما هيكبر يا بيه، والحالب هيكبر وكليه هتكبر. ابعدوا عن المصيبه اللي بتضيق الحالب، لكن احنا عارفين اللي بيضيق الحالب، واحنا عارفين ايه اللي بيسبب سرطان. احنا عاوزين نبني مستشفيات سرطان، سرطان سرطان سرطان. مفيش عائل قال نوقف اسباب السرطان، لا احنا عاوزين نزود السرطان، امال هنشحت ازاي؟ احنا عاوزين نشحت. فاذا انا عندي دلوقتي ضيق الحالب، هل عندك حاجات توسع الحالب؟ ايوه، عندي الدمسيسه بتوسع الحالب، بذر الخلة بيوسع الحالب، الحلف بر بيوسع الحالب، عرق السوبيا بيوسع الحالب، كل دول موجودين في باكيته واحده في اعشاب اسمها اعشاب الكلى. اعشاب الكلى بتحطها باكيتة على شويه ميه وتشربها مرتين ثلاثه في اليوم، الحالب بيوسع. في حاجات ثانيه؟ ايوه طبعا، مغلي البقدونس الاخضر او الكرفس الاخضر بيوسع الحالب. في حاجات ثانيه بتوسع الحالب؟ طبعا، البذور النابته. في حاجات بتوسع الحالب؟ موسعات الحالب كتيره جدا، بس هل انت عندك استعداد تاخدها ولا لا؟ احنا بعض الاطفال ما بنديلهاش غير نص معلقه عسل على معلقه غذاء ملكات صبح وليل، ساعات ندي بعض المواد الطبيعيه، وبعد شهرين ثلاثه تلاقي الحالب وسع خلاص وبقى زي الفل. في حاجات بتوسع الحالب؟ في، مش القسطره والدعامه، عايزين نلعب، ما توقف الاسباب اللي بتضيق الحالب.